سقطت أحلامي من شفتي في شكل حروف وكلام، فأخذت من الماضي وقتا وجمعت من العزلة صمتا ونثرت شجوني بسلام، وحفظت دفاتر أفكاري وغلاف الدفتر من ورق أرسمه بلون الأحلام، وبدأت أسير على درب نحو الأحلام أحققها، وسلاحي فيه الأقلام. فنصيحتي لك أهدي فكرة أن تبقى سليما بالفطرة، والمنهج دين دين الإسلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو حلت به مشكلة احتاج إلى السؤال عنها وتردد في اختيار وجهته، فمنهم من يعتمد في اختياره على المظهر، فإذا رأى من سيم الإنسان الخير ظن أنه من أهل العلم والاختصاص الذين يقصد مثلهم، وهذا مخالف لما دلت عليه القاعدة المحكمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما هي فوائد اللجوء لأهل الاختصاص في شتى المجالات؟ وما هي مغبة الإعراض عنهم؟ نتابع. أهل الاختصاص صاحب كل مجال يعني له اختصاصه من المختصين به. تأتي عند الإلكترونيات له أهله وله ناسهم هذا لهم، وهذا مصعب اختصاصهم. والمجالات الأخرى كذلك. أولا أهل الاختصاص هم يعتبرون ناس من المجتمع يعني ركزوا على شيء خاص يفيد بالناس، مثلا الدكاترة أو المهندسين أو المعماريين. فلذا أهل الاختصاص يعني الإنسان كل ما احتاج شيء لابد أن يتوجه إلى شخص معين، يعني مثلا إذا كان احتاج بني عمارة بيروح إلى مهندس معماري، إذا احتاج ألم أو مرض أو أي شيء بيتوجه إلى دكتور وكذا. يعني لذلك هم أهل الاختصاص يعتبرون يعني ناس من خيرة المجتمع، لأنهم تميزوا في شيء معين عشان يفيدون أهلهم وناسهم ومجتمعهم وبلادهم والمسلمين إن شاء الله. طبعا لا شك أن للمختصين دور مهم جدا. لا يمكن الإنسان أن يفتي في شيء ليس لديه خلفية علمية فيه. فنحن للأسف في مجتمعاتنا هذه المتخلفة نجد مثلا الإنسان البسيط بدل ما يلجأ إلى المختص، مثلا إلى دكتور، نجده أنه يلجأ إلى المشعوذ أو إلى أي شخص ثاني ليفتي في هذا الموضوع، وهذا برأي يدل على الخلفية العلمية للشخص. فنحن نحترم الاختصاص، يجب علينا أن نذهب للمختص سواء كان في مجال الطب. أهل الاختصاص هم كلهم مختص في عمل، مثل الرياضيين، الرياضي مختص في الرياضة، ومثل الطبيب، طبيب مختص في الطب. أصحاب الاختصاص كل مختص في مجاله، فأصحاب الإعلام لو تكلمنا عن أصحاب الإعلام له مجال في التخصص، هو مجال الجرافيك، مجال التصميم، مجال أي نوع من التصاميم. في مجال التجارة، في مجال التجارة له التخصص، لهم التجارة والاستيراد والتصدير. في مجال الدين له بنشر الثقافة والعلم والدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تكرر هذا التوجيه الرباني القرآني
مرتين في كتاب الله تأكيدا على فضل أهل العلم وتزكيتهم، فهم أحق الناس بالسؤال والمشورة، وبخبرتهم وإرشادهم نصل لبر المعرفة ونستدرك ما غاب عنا قصورا أو جهلا. مشاهدينا الكرام، نواصل حلقتنا مع ضيفنا، مشاهدة ممتعة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد من احترام الاختصاص والتخصص. العديد من الناس مثلا يريد أن يفهم شيء من محدد، مثلا البعض من الناس يظن أنه يريد أن يكون موسوعة، يفهم في كل شيء، يفهم في كل شيء، وكأنه أوحي إليه ومعصوم من الخطأ، وهذا خطأ كبير. لابد من احترام أهل التخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كان في مجال العلم أو في مجال الطب أو في مجال الهندسة أو في أي مجال، لابد من احترام التخصصات. أنت تعرف شيء، لا تظن أنك قد عرفت كل شيء، فلما تحترم أهل التخصص يكون بذلك أولى، واحترام للآخرين. فمثلا الإنسان مثلا إذا خرب عليه جواله وحدثت فيه مشكلة، هل سيذهب به إلى عند البنشري أم سيذهب به إلى عند المهندس الخاص بهذا الجوال؟ كذلك العلم، نرى الآن في عصر الانفتاح، مع وجود الانترنت ومواقع التواصل، نجد أن كل الناس تتفلسف، وكل الناس ترد، وكل الناس تحلل، وكل الناس تجيز وتمنع، حتى في مجال الفتاوى لو أنزل الإنسان مسألة من المسائل تجد العديد حتى من الجهلة الذين لم يطلبوا العلم وإذا بهم يحرمون ويحللون، ولا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرأكم على الفجية أجرأكم على النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لابد على الإنسان أن يحترم التخصص. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشجع على من كان عنده موهبة وتخصص في ذلك، ويدعمه الدعم المعنوي وبالكلام، حتى كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: أقضاكم علي، كان في القضاء مشهورا، وأقرأكم أبي بن كعب، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا احترام التخصص. فلما يأتي الإنسان لا يحترم التخصص، أو مثلا كما يقولون اسأل مجرب، اسأل الإنسان المجرب هذا عنده خبرة، ولا تسأل الطبيب، لا، هذا شيء يعني كما يقولون الآن العلم الحديث المعاصر، هذا شيء تجني على العلم. هناك أثبتت الدراسات حتى في العلم، في الطب، في الهندسة، في أي مجال، هناك يعني كما يقولون مختبرات يحللون مثلا هذا الدواء أو هذا العلاج أو هذه العملية التي ستكون. عندما تجتمع علماء أو حتى في المسائل الفقهية المعاصرة، هناك مجمع الفقهاء، مجمع الفتاوى، يجتمع في المجمع الواحد من أهل الاختصاص في العلوم الشرعية أو من غيرهم، مثلا في المسألة الواحدة من المسائل فقه النوازل المعاصرة، هناك مجمع العلماء يجتمعون من جميع التخصصات، أكثر من 100 عالم، فتصدر الفتوى عن حق وحقيقة مربوطة بالشرع ومربوطة بالمصلحة الواقعية. أما يأتي إنسان هكذا في قروب أو مثلا في مجلس ويحلل ويحرم، هذا من الخطأ الفادح. فلابد علينا أن نحترم التخصص. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خرج جماعة في غزوة من غزوات أو سرية من السرايا، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحد من الصحابة حدث يعني في أثناء المعركة أو كأنه سقط وشج رأسه، فلما شج رأسه ما عندهم عملياتهم الآن في سفر، ربطوا رأسه، فلما ربطوا رأسه نام فاحتلم فأصبح جنبا يريد أن يغتسل، جاء ليسأل الصحابة، قال لهم: لقد احتلمت، ماذا أفعل؟ يعني لا يدرون أن هناك تيمم، وأن هناك المسح مثلا على الجبيرة وعلى مكان الجرح، ما يعرفون بذلك. قالوا: إذا أردت الصلاة يجب عليك أن تغتسل. الآن هو في حالة مرض، هكذا أجمع الجميع لابد أن تغتسل. فذهب الرجل اغتسل، فدخل الماء إلى داخل هذا الجرح يعني وتفشى في ذلك ومات.
فجاءوا إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد حدث كذا وكذا، فاغتسل الرجل ومات. قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تجرؤهم بهذه الفتوى على غير علم. فلذلك لابد على الإنسان أولا أن يتحقق. تسأل من؟ البعض من الناس مثلا يرى إنسان مثلا في الإعلام أو مثلا جاب في برنامج ديني أو وسيلة نصيحة أتى بها مثلا في تلفزيون أو في واتساب أو في غير ذلك أو في الفيسبوك، وهو مترسم بالعلم، عليه القبة أو عليه مثلا الكوفية أو ذو لحية، قال إذن هذا هو العالم، فيأتي إليه ويسأله في الدين. والمصيبة لو الإنسان عاده يجيب من غير علم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا نوع من أنواع قبض العلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا والعياذ بالله وأضلوا من يسألهم. لابد من احترام الاختصاص وسؤال أهل العلم، كما قال سيدنا عبد الله بن المبارك إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذوا دينكم. أنا لا أريد أن أخذ مثلا عقيدتي أو رأيي من رسالة في الواتساب أو من الفيسبوك أو من وسائل الإعلام أو مثلا من القنوات وأجد خلاص أن أصبحت عالم. هذه تعتبر ما يأتي من وسائل التواصل هي وسائل كثقافة، معلومات ثقافية، معلومات تزداد الإنسان. أما العلم يؤخذ عن أهل العلم في أي مجال، في العلم، في الطب. فلو جاء مثلا إنسان هكذا يقول، يخاطب إنسان دكتور أو بروفيسور في الطب مثلا ويقول له لا المسألة كذا كذا، وهو عاده مثلا دخل في قسم الصيدلة، عاده لا زال يعتبر يعني إسعافات أولية، سيقول له الدكتور هذا تجني، هذا اعتداء على العلم، أنت لم تصل إلى هذه المرتبة. في ذلك ليس أنه الإنسان يحصر العلم في فئة محددة، لكن هكذا قال الله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما تجعل ذلك وأردت الوصول إلى هذه المرتبة فاطلبوا العلم واقرأ، كما قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم. عندما تقرأ يورثك الله العلم والمعرفة وتحترم الاختصاص، وعندما تقرأ يزيدك الله المعرفة وتكون مثلا من الذين يحصلون على الجواب وتحصل على العلم. ونحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، أمة الدعوة، أمة الإجابة. لابد علينا أن نعرف التخصصات ونحترم تخصص كل إنسان، ولا نكون كما يقولون ملقوفين، كل ما من شيء حادثة وقعت أو في مسألة من المسائل إلا ونجيب الأولين. لا، لابد علينا أن نتريث. فقد كانت الفتوى تجري بين 70 من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يسأل الأول فيقول اسألوا فلان، اسألوا الثاني، فتجري الفتوى الواحدة بين 70. لماذا؟ لأنهم يعني عندهم الورع، حريصين على أن لا يتعدوا هذه الفتوى أو يتجروا عليها. فاحترام الاختصاص في كل مجالة الحياة هو عين العقل للإنسان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يتوب علينا وأن يرد إليه مردا جميلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. كل عالم هو أولى بالسؤال والاستشارة في مجاله، فالطبيب عالم في مهنته، والحرفي عالم في مهنته أيضا، ولكل مهنة علماؤها، فتوجه إليهم بالسؤال عما تجهل ولا تبتعد عنهم فتضل الجواب. مشاهدين الأكارم، حتى لقاء آخر، نستودعكم الله.